كتحت الكساوي فاقبل الحسن نحو الكساوي وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله اتاذن لي ان ادخل معك تحت الكساوي فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد اذنت لك فدخل ما تحت الكساوي فما كانت الا ساعه واذا بولدي الحسين بلند تر صلوات قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرتين فسمرت فباودي فقال لي يا امه اني اشم عندك رايه طيبه كانها رايه جدي رسول الله فقلت نعم ان جدك وخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله حتى اذن لي ان اكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع امتي قد اذنت لك فدخل ما تحت الكساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمه إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ومع ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وزير خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبداه يا رسول الله اتاذن لي ان اكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا عبزتي قد اذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله بطرف الكساء وامه بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم انهم مني وانا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكاتي ويا سكان سماواتي اني ما خلقت السماء مبنيه ولا ارض مدهيه ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئه ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبه هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكساء فقال الامين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل لهم اهل بيت النبوه ومعدن الرساله هم فاطمه وابوها وبالها وبنوها بلن ترسلوات فقال جبرائيل يا رب اتاذن لي ان احبط الى الارض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد اذنت لك فهبط الامين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الاعلى يقرئك السلام ويخصك بتحيه والاكرام فيقول لك بعزتي وجلالي اني ما خلقت سماء مبنيه ولا ارض مديه ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئه ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الا لاجلكم ومحبتكم فقد اذن لي ان ادخل معكم فهل تاذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا امين وحي الله نعم قد اذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي ابي ان الله قد اوحى اليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد.
فقال النبي يا رسول الله اخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل مما في اهل الارض وفي جمع مشيتنا ومحبينا الا ونزلت لهم الرحمه هفت بهم الملائكه واستغفرت لهم لا يتفرقوا. فقال علي عليه السلام اذا والله فضنا فاشيتنا ورب الكعبه. فقال ابي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بلك نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل مما في اهل الارض ففي مشيتنا ومحبينا أفيه مهموما إلا فرج لهم ولا مغموما إلا كشف لهم ولا طالب حاجة إلا وقد ذلوا حاجته. فقال علي عليه السلام إذا ما الله فوتنا وصعدنا وكذلك شيطنا فاضوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا محمود بحق محمد، يا علا بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، أنت قديم الإحسان بحق الحسين عليه السلام. اكشف كربي وكرب المؤمن بحق الحسين عليه السلام. اكشف كربي وكرب المؤمن بحق أولاد الحسين عليه السلام. يا الحسين مجلس أذان وفي بركه مستجاب. یا رب العالمین بانیان فرش آزادی جو نیک حاجات شریعہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما. اس گھر دے جتنے لواحقین جڑے اس دنیا رہ فرما تمام دے درجات بلند فرما. تمام پریشان حال مومنین دی پریشانی دور فرما. تنگ دستن تنگ دستی دور فرما. بیماران صحت کلی عطا فرما. بے اولادن اولاد نرینا عطا فرما. واسطے مسافر شام سید سفر دا. تمام مومنین دے سفر بے قدر فرما. میرے سمیت سارے نو چودہ دا زبار بڑا. یا رب الحسین بحق الحسین سانو سارے نو تک موت نہ دے جے تک حجت خدا دی زیارت نہ فرما. بارویں آقا دا ہونے ضرور فرما. اللہم کل ولی کل حجت ابن حسن عسکری علیہ السلام صلواتوں کا علیہ والا آبائی کیا صاف کل ساتھ من سات اللہ والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلہ و نتاوت اس کے نوردکتن و تمتیو فیات طویلہ. یا رب محمد و آل محمد مجل ولی کل فرج آواز بلندر صلوات وہ ہار نہیں جس میں کلی نہ ہو وہ ہار نہیں جس میں کلی نہ ہو وہ مجلس نہیں جس میں نعرہ علی نہ ہو. وہ ہار نہیں جس میں کلی نہ ہو وہ ہار نہیں جس میں کلی نہ ہو وہ ہار نہیں جس میں کلی نہ ہو وہ مجلس نہیں جس میں نعرہ علی نہ ہو. نعرہ حیدری. چلو جی کافی ہے.